سيدي غراتسي موتشو. شويرك عندك شي مشكل؟ انت راه تقلب عليا الجوال وليت كنهضر بوحدي. انا قلت لك شنو كنريح ولا مالو يا بيلي؟ صافي صدمتيني. والمهم بيناتنا التليفون. بون فواياج. سوريا نقولك شي هضره تقبلي منها. خلاص عارفه هضرتك ديما الخلع الخاوي وصافي. لا شكرا. واش تدوي سوريا؟ انا غادي نمشي نحارب. كيفاش غادي نمشي نحارب؟ وانا انا ودك تينا شغل. كيفاش على ودي وانتي كتشوفي انا ما كاين لا خدمه لا والو نقاو نموتو في الليل. سي محمد اللي ما دارش هنا ما غاديش يدير سلمي. سمعتيني زيدو الخدمه راه ما غاديش غتقلب عليك. هضره خاويه هذه اللي ما دارش هنا بالمصطلح طيب لينا راسنا. اشنو لقينا هنا ما يدير وبقينا؟ يلا ما تقلبتي جريت وجاريت ودفعتي ومشيتي لهنا ومشيتي هنا. بلاتي عايشه معايا عارفه مين اش كنقدر ندير. طبتش ما طبتش ما نكذبش عليك. غتحرق ماشي غتمشي بكون ترا ولا وراق الصبح. غتحرق عرفتي شنو غتحرق؟ في 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 عام ولا الله اعلم. هي زيد شنو غنبقى نتسنى فيك انا العمر كله؟ شويه اخر مره غادي نقول لك الهضره. هادشي كامل ما غنديرو على قبلك. غير رمي راسي في البحر عارف واش غنوصل ولا ما غنوصلش. باش نجي ونتزوج بك براسي مرفوض نديرو ليك مستقبل وندير وريقات ونطلعك معايا. هادشي كامل يقدر يكون عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين ولا نبقاو حدا حنا حدا بعضياتنا ما نقدرو نوصلو حتى شي حاجة. ولد الناس انت حتى قلتيها دابا 4 سنين 5 سنين عامين ما عرفتيش اش ما كاين. وحتى انا راه هذا هو الجهد اللي ما يبقى يتسنى. عرفت انا ندوز معاك 6 سنين 6 سنين وانا معاك باش نبقى عاوتاني انا بحال هكا ديما راه بزاف اسي محمد. هي قلتي حق خال ليك الوالده ديالك رزق صافي داكشي اللي كاين غادي نقضيو به والله يعاون. نقضيو به غنخسرو الكونسول الوظيفي. صافي سي محمد دابا هادي هضرتك الله خير ياك. هي راسي غنمشي غنتحرك احسن من القهوه. الله يسهل عليك. عبد الواحد انا راه غمقتي عليا بزاف بهذا الشيء. كل مره كتقول لي غنشوف لك دار حتى شي حاجه ما كاين. هاد الدار قتلتني انا بالميديسين كذب عليك. راه انا ما عجبانيش هاد الدار. واش انا عجباني؟ صبري واه عبد الواحد والله ديك دابا انت كتقول لي باغي تشري ويلا باغي تشري خاصك تشري على تيساع وبشويه عليك ياك. ولكن الله يعطيك السر انا بغيتك دير حاجه. شنو هي الحاجه؟ كاين لي دويره بحثه تكون مشمشه ومهويه وما فيهاش الميديسي نستقروا فيها. انا راه صافي انا ردي قر كباتني. لا 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 ما تفرقش معاك. واش نمشيو نخسروا رزقنا في الكرا؟ لا لا صبري وراه حتى هنا كتخسر رزقك عبد الواحد والله. انا لا ما باغيش نشري انا داكشي ديال القفوزه ونشري بارطمات ومع الجيران انا باغي نشري بقعه ونبنيها ونطلع على يد داكشي يكون مزيان وصبري صافي واخا طحت وسمع بقى والو. انت دابا باغي تشري بقعه ودير ودير ايه داكشي كله بغيتو حتى انا وفرحني بحال العسل على قلبي. ولكن حاجه اخرى واش انا غنبقى جالسه هنا حتى تبني حتى وتكاد؟ بقى والو شنو بقى والو الله يهديك. راه البني كياخذ الوقت الله يهديك عبد الواحد. وانت كاري كاري هنا حولني شي بلاصه عافاك يكون عام هويه صافي. دابا ما نقدر ندير معاك حتى شي حاجه. المهم انت راك عارفه حتى كنتشوقع لك عاد تتشوقع معايا. لا دابا سانسي راني دابا بغيت نهضر معاك. راه دابا راه من هنا لواحد شويه غيجي الاخ ديالي اللي كنت عاودت لك عليه بالمناسبه تعرفي عليه. واش اللي كاين في اوروبا؟ اييه وديك الساعه علمني عبد الواحد كيفاش من دابا؟ راه هو اللي ما علمنيش. راه هو اللي يلاه عيط عليا. راه قال لك جاي هو وشي سيده جايه معاه. شي سيده دايره حلوه ما مخمله دار ما موجده حتى حاجه. واش اش غدير؟ شريو داكشي شريو. دابا غتمشي تصلي العصر ياك مني تكون جاي دروك معاك المخبازه
وجي نهار ما ديرها حتى حاجه غير هادشي هو اللي انا غنتقدر كلشي صافي لا فوت فيك ما قلتيش والله هذيك حنا كنقولك يلا عيط عليا راه يلا عيط عليك قالك انا جاي انا واحد السيده قلنا لي مرحبا اش غنقولوا ليه ايوا شنو واخا جاي من المغرب راه خاصنا حتى حنا نلقاوه راك عارف مساكن تما كيجيو موحشين هادشي ديال البلاد حمر ليا وجهي بغي يكون هاني صافي هو راه حتى هو عز عليه الدسمه واخا سيدي عز عليه هذيك الدغميره واخا سيدي يلا خاصك شي حاجه نجيبك معايا شوف جيب اللحم ولا شنو غتجيب غنديرو ان شاء الله العشاء انا غنمشي نصايب واحد الطريح ديال الشيار دوك جيب معاك حليوه وراك عارف حشومه يلا سير يلا سير ويلي تا واحد الواحد خلاني هكا دابا الناس جايين حشومه كاع صحابنا عامهم فرحانين شبيهم شكون شكون فرحان اهلا 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 الخويا العزيز كثير سلامتك بخير كوم يسير مع الصحه بوستو كلشي بخير سلام لالا كثير هذه سميه بخير هذا خويا مشرفين لالا مرحبا بك مرحبا بكم شكرا كلشي مزيان صحيح مزيان تحولتي من الدار التغريسي قريب تحول ان شاء الله قريب المهم الا خليتها تبغيك ما يمشي على طول يدري الصغار فين خليتها خليتها تحت حدا من الحرمات هذا حدا الباب ديالنا لا لا ما تخافش ما تمناش لا ما تمناش على حسابك ياك ما كاين لا حتى شي حاجه تخاف الوراق ولا شي حاجه كلشي كاين صافي كلشي تما مصيبتك كون مرحبا بك الله يحفظك شي مزيان ليها ابوصل با لا سلامتكم الله يحفظك تفضل تفضل مرحبا بك اختي تفضلي شكرا مرحبا بك ايوا كي درتو مع الطريق الله يعاديني لا يا سلام جاي وكنشوف الحمد لله ايوا كيف شي مزيان صافا لا لا توحشت لا توحشت واش لك ماشي كادوز بارك الله فيك حنا عاملين جيتي انت سهل داك هو الربع الله يكبر لك الحمد لله ماني ما نمشي البانيو فين هو البانيو فين كاين لا البانيو واش عندنا في السطح ما كاينش بانيو لا ماشي البانيو ديال الطواليت طوالي سيري تفضلي اختي تفضلي انت شوفي هاد دوري على اليسار كاين تما الحمام بانيو احمر اللي سمعت بطاريني بطاريني بانيو طوالي شو يو كي داير شنو بغيتي هادي ملي دبرتي عليها هادي اللي قالت لي الاوراق بغيت نسولك بغيت نقول كيفاش بسيبوا لي من الليل ليا تلاقيت معاها تما لا في انا بروك تشوشي بها لا دابا انا وياك كنا دايرين افير فهمتي تكاتب معايا قالت لي الله قلت الله يسهل عليه سي عجب الحيل وتزعطات وبغات الزهر فهمتي لا زوينه لا زوينه باقا صغيره مالها علاش زوينه تجوج بها لا باك مال لا وانا راه مجوج السي محمد متجوج راسي تجوج شي درتي عرسك وما تسنيتيني ما والو ولكن داك الشيء ما كاتي صافي السيده هي كانت زربانه الفالطه عندك مرحبا نعاودو نديروك على الصفر شوف انا ما نكذبش عليك انا باقي تنموت على الدريه اللي كنت معاها واخا 5 سنين ما نسيتيهاش انا راه جاي دابا واقف على الجواج حب قديم هذاك حب قديم ولكن خاصني حيل حب حيل هذا عندك اللي خاصني ندير لها الصابونه هادي انا باقي كنموت عليها وتا هي غتكون باقا كتموت عليا واخا بقيناش كنهضرو التليفون ولكن عمرها تنسينات انا علاش حركتي انا ولا ضربت التيميره باش انا نجيب راسي مرفوع ونجيب مايل باكيه وفهمني ايوا يدير الله خير يدير الله خير ونقلب عليها تلقاها ونعتيتك تقلب معايا ايوا انا خوك ولا ما وقفتش معاك كان شكون بغي يوقف معاك كانت في السما جبدوها كانت في الارض جبدوها تكون تا تحت الارض جبدوها صافي صافي مش مشكل يا الحيط خليني نمشي نوجد لكم بعدا دخل يا اختي لقيتيها ياك ايه ياك خويا مريف ياك مريف انا قلت الحال مسكين ندي باني وحده شويه شو كيعيش بوحدو هنا لا راه تزوج لا ما هي فالطه شتي مراتو بعدا كاينه ما عرفتش كذب عليك زين ملي جيتي تقدر هادشي على سبيل العشاء راه طايفين مشاو خويا مع واحد السيد هادشي باش تسلمي عليه يلا زيدي قدم لك خويا السي محمد السلام عليكم
جلسي. الله ايوا اسمع اش كتعاود؟ مرحبا بك. شي مزيان؟ وصلتهم عن طريق مزيان؟ سبحان الله واسمع. يلا توري واش ديرنا شي كاس ديال اتاي هو الاول. يلا واخا واحد. مرحبا بك حتى عندنا. يا ما تخلي قلتي نيت ياك من هنا. لا انا من بني من اللعب. اه ومشرفين بحال اخرين بقى بحال بني من اللعب بحال بحال. سمعت خويا مالك كما دارك راسك تشوف شي دوري طرا ولا شي حاجه؟ يلا انا نوجد لكم شي حاجه. مرحبا بكم مرحبا بكم. تحمات الوجه ان شاء الله ان شاء الله يدير داكشي زوين. وديك السيده حتى هي ضعيفه عارفه صافي يكون هاني صافي صافي يكون كلشي عندك ما خاصكش شي حاجه ما خاصها حاجه. المهم لما جيت للغدا ولا شي حاجه تهلا شي يوم صافي صافي. يلاه مع السلامه. دابا هذه مصيبه تسلط بها يا ربي مولاي. شكون اللي قال طلاقة ومن بعد فراقنا؟ كنت نقول محلقك وتلقيني صعب الحال. سيمو خاصنا نمشيو نتعاطلنا على ماما. فين؟ كيفاش فين؟ بني من لعبش انت كدوخ علينا. بني الليل؟ شنو غادير بني الليل؟ غنمشيو نشوفو ماما ونشوفو عائلتي راك عارف. لا ما نمشيش معاك. علاش؟ جيت على عائلتي هنايا تخويت وندير صافي. دابا انت شفتي عائلتك وانا عائلتي ما مشيتش معايا عندهم. دابا انت علاش كتهضر معايا بهذه البروده؟ بغيت غنفهم. دابا كيفاش تشوف عائلتك سيفتي شنو؟ كيفاش سيفتي؟ زعما راه حنا عاقدين. لا عاقدين افير وغتاخدي لي فلوس. كيفاش؟ علاش تفهمنا حنا في الاول؟ لما كنتي عاقده معايا غادي ديري معايا ديك الجهه في الاول تعطيني 8 مليون تعطيني كذا. دابا وليتي ما ديريها بصح ياك سيمو ياك سمية. والله يخلف عليك اسيدي. دابا حشومة عليك تا وليت كنبغيك و تبغيني تي سمية. اش كتضحك ولا كتنوز عليا؟ لا لا ولا كنهضر معاك بصح. حيد على يدك حيد. ها هي محيدة. والمهم ملي القضية هكا الفوتوكوبي ديال روسي راه عندي. راه ما غاتيريش سي جورنو ديالك حتى تكمل لي الفلوس ديالي. فاهمين؟ شحال بقات بيناتنا؟ بقات ربعة. عطاك خمسة صافي. صدمتيني. يلاه بسلامة. والمهم بيناتنا التليفون. بون فواياج. واش دابا هذا هو كلامك الاخر؟ ايوا سيدي غراتسي موتشو. بيان فونيتو. مش مع خوك. ثاني حاجه هذاك راجلي وثالث حاجه ما كنتش عارفه اخوك. راجلي فهمتي؟ راجلي كاين هو في هذا العالم. ها منتقمي مني؟ شنو كنتقم منك ولا شي 16 ولا شنو؟ وشنو انت مشيتي تما غاتس ليا معك 5 سنين شنو راه مابقى تسنى فيك العمر كامل؟ 5 سنين ولا لا ديك 5 سنين انا ضربت على ودك تيا سمعتي ولا ما سمعتيش؟ وجاي باش نقلب عليك ونتزوج بك ونكملوا القصه ديالنا. جيت لقيتك مع خويا. ما قلتينيش مع خويا. ترى والله تغتكون والله ما قلتي لي لا قلتي لشي واحد خويا. محمد انا تنقول لك خويا ولا اي واحد
وتقولي لي شي حاجه ندبحك. وتعرفيني علاش كير هذا ميساج وصلته. علاش باغي تقد كاع هذا ميساج وصلته؟ شوف سي محمد انا قلت لك شوف مريض ولا مالو جمالة وبنت في القناطرة وبنت في الزطاقي وكنت من البركاسيس وفي الاخر تزوجي خويا ها شوفي اقسم بالله الا ما بقات تعملي حتى حاجة انا ملي جيت لقيتك مع خويا حتى حاجة بقات تخلاني سمعتيني ولا ما سمعتينيش وهذا اليوم ما انضاعت واللي غتشوفيه بزاف سمعتي ولا ما سمعتيش بعد مني بعد مني انا غنمشي دابا وغنخليك ولكن الحلقة الثانية ما نعرفش شنو غيوقع سمعتي ولا سمعتيش مالي سيب اخويا ادخل بخير لاباس مزيان واش مزيان اه بخير هاني فيك هادشي حتى في القهوة شي بخير السلام عليكم سلام مالا ترجع السلام ريح ريح ماتلقاش شي ربتك السلام عبد الواحد صافي الله يرحمك لوليدي وقيلا كتشوف ايوا مبروك الحمد لله بقيت غير انا الصادق ولا شي حاجه عند واحد حتى شمن وحم ولا شمن الله يرحمك والدي ما تبقاش تعصبوني بحال هكا صافي كي باغي نمشي بحالي باغي نمشي بحالاتي شنو على الشيطان راه بين الناس واش باغي تمشي بحالك بلا سبب بدون سبب ما فهمتش اختي مالك ما خويا ما مالكش اختي ما ضرك شي حاجه كي خاصك فلوس لا عندنا رزقنا عندنا الخير ديالنا ما خاصنا لا فلوس سير عاودي لي ديري بحال خوك عاودي لي شنو واخا راه ماشي بالراي راه خويا ما ماليش صافي الساعات ولا بغيت نمشي لدارنا ما بقيتش مرتاحه عادي اي وحده ما كتبقاش مرتاحه كتبغي تمشي بحال هكا صافي ديك ما درت لكم شي مشكل انا ماشي لوطي اختي اسمع من دار ما درتش حتى مشكل حتى جيتي البارح درتي لنا المشكل انا راه فهمت والو قالت لك ما بقيتش مرتاحه لا روح مال شنو هو؟ شورية قول عاد بالله من الشيطان الرجيم من على الشيطان ولي حط لنا نتغدى ونوضي تجيب حالة تجيب حالة صافي تبقى تصدع براسك لا اش تمشي في حالة لا ما دارت ليا علاش تمشي في حالة يوم دبر راسك تلا ما كانت لا مرآها ما يكونوش دموع وانا اصلا شورية كتصرع طيب وطيبة اه مش حالة ماشي حالة شحال هذي؟ زعما بينا فيهم مدرب على الطياب لا تبارك الله عليها طيب كلشي مزيان هذا وكلشي كلشي كطيب حتى القلوب كلشي كديرو شنو هو اسمها؟ اش قلت لا لا انت راه تقلب عليا الجوال وليت كنهضر بوحدي قولي سمية فين هي خلي فيها مشات بوحدها سوني تفارقت معاه صافي غنعطيه فلوسه وهادشي الله يسهل عليه ويلي اه راه قلت لك لافير قلت لك راه بيني وبينها افير راه سيب لي الوراق ماشي هو شي زواج ديال المعقوله هي كانت باغا المعقول ولكن انا ماشي السيف ديالي انا فهمتي
ملي كوالي قلبي وطع النور بشق. ما تسمع شكون كوالي قلبك انت مالك اخويا؟ ما تطالي شي شي ديال الدار مني الناس. علاش؟ بقيت كنتصنص عاد عرفت بدل عليا الجو، بقيت كنتصنص في الراديو سمعت واحد القصه بشكل تخيل معايا واحد الواحد مسكين كان تيبغي واحد السيده ضاربه مع الطوم والحرام مشى ريسك على قبلها تكلفت دوز استعمال خلى الطاليان خلى فرنسا بات في القناطر كامل بركاصيص خلى ما دوز من نجمع الفلوس جوا يتزوج بيه لقى مزوجة بخوه تخيل كيفاش؟ تزوجها بخوه؟ اه الحرام هذه مزياناش تا هي بنت الحرام تراك ساهم من بنت الحرام واو انت اش غنقولك ها كيما كيقولك راه لا ثقة فيها ثقة والمهم دابا خا نمشي للخدمة دابا تشرب شي قهوة تشرب أتاي ها؟ تشرب شي قهوة راك سمع متشكر ساهي وما عجبنيش النهار مالك وي خويا هاد الواحد اش غنقول لك ما عرفش عرف اخويا صاحبي يلا انا غادي نمشي انا راه خدام دابا راه تعطلت واحد شويه غنمشي معاك الخدمه لا 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 ما نمشي معاك الخدمه حتى واش تحبني خدام في الخدمه ديالي يلا حتى السبت الحد ان شاء الله نخرجوا انا وياكم صافي يلا بسلام عليك تهلا احلى يا مالك تمشي عليا شنو قولي شنو خلاتيني اشنو شنو واقع كنت كنعرف هاد السيد و السيد هو خوك اشنو هو كنت كتعرف السي محمد خويا جلسي 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 اه و كنت كتعرفي بلي انا خوه لا والله عبد الواحد ما كنت كنعرفك انت اخوك كنعرفك انت اخو ما يمكنش كنت غندير هادشي كامل انا نهار جا راني تفاجات هوني لقيتك جا مع الصاك وباغا تمشي فحالك وانا مابقيتش مرتاحه ها سيدي قال لي عيشه معاك خوك ولا كيهددني كل نهار وليت عايشه على اعصابي كيفاش كيهدد كيقول لي يا اما تكوني معايا يا اما غادي مرتكب ديك شي جريمه ما عرفتش ولا بحال مسطي مزيان انا ما قدرتش انا نبقى خازنه عليك اكثر من هكا لا خزي انا مطلوب عليا البراده عايش معاكم في الدار ما سايق خبار ها هو الاول كيقول لي خويا راه واحد القصه سمعتها في الراديو البارح ما دانيش الناس واحد خيتي كانت يقول لي القصه ديالكم اللي كيعاود ليا شوف هذا الواحد شوفي هاد الناس شوفي هاد الناس صافي شوفي هاد الناس انا دابا ما بقى عندي فين نزيد معاك هادشي راه صعيب هادشي اللي قلتي ليا راه صعيب وصعيب بزاف انا الحمد لله تعالى ما غاديش نتصرف معاك شي تصرف خايب فهمتيني لا ما نديرو الشوهه ويضحكوا علينا الناس ويضحكوا علينا عباد الله ما نمشي ليا ما ناريك كل يدوز مع طريق نتلاقاو في المحكمه
كل شيء مضبوط معاك شي اللي كاين يمكنش شي بزاف هادشي شي واقع ليا انا في الدار يلا الناس في العشيه نجي ما نلقاكش هنا ونتلاقاو في المحكمة غنمشي عندو حتى هو غنتفاهم معاه اصلا هادشي هو اللي كان خاصو يكون المهم انا صافي رقبتي وما درت حتى شي حاجه اللي تغضب الله زيان سمح لي باش هادشي واقع عندي شنو واقع راه كلشي عرفت ما بقى ما يتخبى دابا شنو ولا عرفت باش شنو عرفت اش دير معايا داكشي شو تشارك من الصغر وانت في كذا تاع حراميات وداك الشيء شنو اللي عرفتي شنو اش بينك وبين توريا اش بينك وبين توريا اش بينك وبين ملي تعرفتي جيت تقول شي ما كنتش عارف هي كنتي عرفتي يلا عرفتي يلا عاود هاد ليا السلامة السلامة كيفاش حتى دابا شنو علاش كتقلب انا ما فهمتش شنو وانت علاش كتقلب الدريه ضارب على تمارة ضارب على الفلوكة ما خليتش ما درتش شوف 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 الدريه ما عارفاش معاك ولا ماشي معاك انت ماشي راجل انت في الاول ملي جيتي لقيتيها مرات تقول عليا بيه انت راجل تزوج بوحده ما مدوزه معايا ايامك على سمع محمد الخطا راه ماشي ديالي وديال من ديالك انت وانت ما عارفاش كانت معاك باش عرفتي انا كانت معاك وهي اصلا ما عارفانيش بلي انا راه كنت اخويا تسول شوف 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 الخطا اللي درتي ملي جيتي ولقيتي راه مراتي قولها ليا ولي ودي سي محمد هذيك السيده راه ندوز معاها هذا الشيء اللي كاين باش ليك الشريف الخطا اللي درتي هو ملي اخترتيها صيفط لي التصاور قبل ما تكتب معايا ونقول لك راه هذه اللي كانت معايا انت كنتي فين كان عقلك فين عمرك هضرتي معايا فين ديما كتبدل النوامه ديما سمع عند خويا بلا صداع بلا غوت بلا حتى شي حاجه نوض اخويا سير فين كنتي سير خط طريان سير فين كان لما ندير معاك شي حاجه اللي نفرجوا فينا عباد الله نوليو الهضره في الفوان سمعتيني نوض سيدي سير بعد مني وغادي نوصيك غادي نوصيك واحد الوصيه حيت انت اخويا هاد المره ما تبدلوش سول على مارفيان راه كاين اللي تعرف مني تعرف ما كانش باش ما طيحش في الخطر اللي طحت فيه انا حتى انا نهار شفتها عجبتني تجيب شويه من التيار شكون تشيني فين كتشيني سمعتيني والله سيدي انا امتثال بنت هي اللهم جري عليك ولا مستقات لكم جوج باش نقتلكم باش نحبس اخر ايام تركبوا لي انا قصص ديال الراديو ما قصص ديال الراديو ودستي وسيد بعد زيان هو خويا هو خويا والحمد لله ربي كبير اللهم لو ما كانت لمراه ما يكونوش الدنيا غدارة كل شي فيها مخدوع الدنيا حجارة كل شي فيها مخدوع لو ما كانت لمراها ما يكونوش دموع